اوكي اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مره اخرى ويا مرحبا. احنا مرحبين، عدنا والعود احمد. بدايه احب اشكر كل اللي سال عني وحاب يطمن علي في فتره غيابي هذه كلها. كانت هي فتره تجهيز للقناه، والحمد لله احنا عدنا لكم ان شاء الله بفلوكات جديده وسفريات جديده ان شاء الله ورحلات جديده. في هذا الفلوق راح انقل اليكم من عبق الماضي وأسارة الحاضر، من مزرعة السليم، مزرعة ومنتجع السليم في منطقة القصيم مدينة الرويدة. أتمنى لكم مشاهدة سعيدة، ولا تنسى دعمكم لنا من اللايك شير اند سبسكرايب. واللي عنده أي سؤال أو استفسار الدندل تحت اكتب لنا في التعليقات، وراح أرد عليكم بكل التعليقات اللي تخطر في بالكم. So let's get started. كيف لازم وقت
Thank you.
Thank you.